المعجزة الاخر هو واخويا السيمو واش ممكن نبدا الايكوميرس بصفر دراهم؟ خويا السيمو كيفاش نتعلم التجارة الالكترونية وفين كاين الدورة ديالك؟ سؤال اخر كيجي بزاف خويا السيمو، انا ما عنديش مع لونجلي وما عنديش مع الفرنسي، واش ممكن نخدم؟ السؤال الموالي اللي كيجي بزاف هو خويا السيمو باغي نخدم في مجال التجارة الالكترونية ولا باغي نخدم في الانترنت، واش ممكن نخدم هي من التليفون ديالي؟ خويا السيمو الحاجه اللي درت فيها يديا ما كتصدقش، اخويا متفق معاك 100%، حتى حاجه ما جيت ديرها ما تصدق، على حقيقتاش داكشي باش كتامن هو داكشي اللي كيطرى في الواقع، حاول تبدل اللغه باش كدوي على راسك باش بديت تبدل الواقع ديالك. الخوت راه مهم اللونجاج كيفاش كندوي على راسنا وكيفاش كندوي على الناس، على حقيقتاش انا كيفاش تقول لي دوي على راسك، انا انسان ناجح عايش بخير ما خصني حتى خير، الحمد لله ربي رازقني، الحمد لله ربي معايا، الحمد لله ربي ديما موفقني اللي درت فيها يديا كتصدق. ولكن سولت بزاف الناس علاش ما كتصدقش، علاش درتي في يدك ما كتصدقش؟ لان الوقت عيانه وما كاينهاش الشفاره وما كاين اللي بغى يدي لك وحتى حاجه ما كتصدق في هذه البلاد، والبلاد مفاكيه ينعلبوا الوقت، وبيان سور داكشي كينعكس على الواقع ديالك. المشكله الخوت هادشي اللي عندك هنا كينعكس على الحياه ديالك، هذه هي المشكله. تقدر تقول لي هذه الهضره كامله تخرميز تقول لك متفق معك، على حقاش اي حاجه كانت عندك هنا هذه تطرى في الواقع ديالك، تيبان لك هي تخرميز هذه يولي فعلا هي التخرميز، داكشي اللي هنا هو اللي غادي يبان لك. السؤال الموالي اللي كيجي بزاف هو خويا السيمو باغي نخدم في مجال التجاره الالكترونيه ولا باغي نخدم في الانترنت، واش ممكن نخدم هي من التليفون ديالي؟ لا ما كايناش شي حاجه سميتها الخدمه ومن التليفون، ولا بد خصك بيسي، دونك خصك تشري بيسي. شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ انت راه ما محتاجش شي بيسي بورتابل واعر ولا شي ايسات طياره ولا شي 64 جيجا في الرام، لا محتاج بيسي ديال 500 درهم بون اوكازيون، غادي تمشي غادي تجيب ما عرفتش شنو تلقى بون اوكازيون، 500 درهم كافيه بيسي واعر ب 500. هاد الهضره هادي ديال البيسي راه ماشي تخرميز، راه جايه من الواقع ديالي، قسما بالله الا بديت خدام في الانترنت وجمعت ما يساوي 70000 درهم مغربيه، 7000 دولار 7000 اورو، وانا خدام بي كات بنتيوم كات مدرح عيان، يعني الا كان فريمون غرضك تخدم 500 درهم الا مشيتي لبون اوكازيون، الناس اللي كيبيعوا البيسيات بون اوكازيون غادي تجيب لك واحد لونيتي سونترال احسن من بي كات بزاف، وغادي تجيب لك واحد التلفيزة عاديه مزيانه، المهم غتقضي غرض وغادي تدوز للخدمه يا معلم. خويا السيمو هذا السؤال، خويا السيمو يرزقكي معانا، واش المغرب هو احسن بلد في العالم كما كتقول ولا راه عيان؟ بالرجوله انا ديما كنقول المغرب هو احسن بلد في العالم وفعلا هو احسن بلد في العالم، شكون اللي عيان؟ الحكومه والناس اللي شادين البلاد كيسيروا. هذا موضوع طويل الاخوان، المهم المغرب جا في واحد البلاصه استراتيجيه، تيبان لك عنده البوتونسيال كبير، ما كتعرفش علاش دوك الناس ما مستغلينوش، كتقول تبقى تبطل بزاف د الحوايج، كاين شي واحد تيقول لك لا اصلا عندنا الشعب عيان، الشعب هو داك الشيء اللي زعجو 30 عام هذا، احنا كنجنيو. ما عرفتش الخوت واش حنا محظوظين ولا بغانا الله، ولكن المغرب باش ما حسبتي المعادله كيطلع لك المغرب راه واحد الدوله مهمه، تصور الفوسفات اللي عندنا الدول كامله ديال العالم واحد الوقيته ما تقدرش دير الفلاحه الا ما عطيناش، يعني حنا هما اللي غادي نعيشوا العالم من القدام. الخوت غادي نسالي هذا السؤال هذا هنا باش ما نطولش، لان هذا السؤال هذا تيخصو شي لايف وتيخصو شي ساعه ساعتين، ولكن باش ما تفهمش هضرتي غلط عند صحابها شتي حنا بغينا حقنا في الفوسفات وعندنا جوج بحوره وما تقناش حقنا وتخدم الصاد على راسك، ما تسنى لا سياسي لا حكومه، حاجه وحده لا تفكك وتخدم على راسك. ما غادي ينفعك حتى واحد، كنشوف الناس هاد الايامات جو بايدن ترامب اي مضفكر فيهم طلع حتى حاجه ما غادي تبدل في حياتك، ما تبدلش حياتك كاع، عرفتي شنو هو اللي باش تبدل حياتك؟ طريقه واحده هو تنوض تخدم على راسك وتديفلوبي راسك وتكون راسك ودوز للخدمه. الدراري حاجه اخرى هي هاد الشيء هذا كنلاحظو مديسكونيكت، كيعرف شي حوايج اللي ما تجي في دو فوالو، لعابه الكره المغنيين، ولكن الا سولتي على حاتم زغلول لا، رشيد اليزامي لا، ايلون ماسك شكون هو ما يعرفش، جيف بيزوس شكون هاد الساط هذا بالرجل. احسن طريقه باش ديفلوبي راسك بالزربه هو شوف شي قدوات، يعني خاصك تقرا لوتوبيوغرافي ديال بزاف ديال الناس، ماشي فنانين ومغنيين وانما الناس اللي قدموا شي حاجه للبشريه ولا الناس اللي نجحوا في هذه الحياه هذه، وتختار واحد جوج ثلاثه حتى 10 خذ راحتك. السؤال المعجزه الاخر هو واخويا السيمو واش ممكن نبدا الايكوميرس بصفر درهم؟ بحال اللي كتقول لي اخويا السيمو واش ممكن نمشي نكري محل ونبدا شي تجاره بصفر درهم؟ بحال اللي كتقول لي اخويا السيمو واش ممكن نصبغ شي حيط بلا صباغ؟ خوت عندك ميزه في التجاره الالكترونيه وممكن تبدا بواحد راس مال صغير بزاف، ولكن بصفر لا ما يمكنش، الصفر عنصر ماس ما كيعطي والو، ولكن شحال هادي كان ممكن خاصك تمشي تكري محل وتجيب الحوايج داكشي كيكلف فلوس بزاف، عكس التجاره الالكترونيه كنعرف الناس حاليا ناجحين كيدوو في الملايين، بداو التجاره الالكترونيه ب 500 درهم 1000 درهم 2000 درهم، كاين اللي بدا ب 10000 درهم كاين اللي بدا ب 50000 درهم، كنعرف واحد السيد ولد كازا بدا ب 300 درهم والسي دي جي حاليا شرات 15% من الشركه ديالو ب 3 المليون ديال الدرهم.
اقسم بالله الاخوان لواحد السيد من كازا اشتريت من عنده السي دي جي صندوق الاداعه والتدبير المغربي 15% من الشركه ديالو ب 3 مليون درهم. هذا الدري بدا ب 300 درهم، بدا الشركه ديالو في الاول في الاساس ديالها بدا ب 300 درهم، مشي يشري سلعه ويمشي يبيعها. شحال هذا الاخوان كان مستحيل تدوز من شي فلوس قليله للملايين في واحد العامين ثلاث سنين تولي انت كدوز في الملايين، مستحيل. ولكن التجاره الالكترونيه نزلات داك السقف حاليا، اي واحد ممكن يحل المتجر ويجيب سلعه ويحطها وتباع في الانترنت ويوصل. خويا سيمو كيفاش نتعلم التجاره الالكترونيه وفين كاينه الدوره ديالك؟ الاخوان الدوره ديالي فابور، كتدخل كتفرج فيها فابور ما كتخلص حتى شي حاجه، غتدخل اليوتيوب باش تسميتي سيمو لايف، دخل الشانيل ديالي كليكي على فيديوز كلشي محطوط تمايا توكل على الله. ملي غادي تدخل الشانيل ديالي غادي تبدا بالفيديو الاولاني اخر تسعود، خليك معايا اخر تسعود، غادي تبدا بالفيديو الاولاني اللي مكتوبه فيه التجاره الالكترونيه، غاتبدا يشرح لك داكشي من الزيرو، ما تبقى خاصك حتى شي حاجه، شرح بالخشيبات غادي معاك دقه دقه حتى تبدا تجيب المبيعات. الا جمعتي دوك تسعود ديال الفيديوهات التوتال اللي فيهم سبعه السوايع، يعني الا درتيهم ساعه في النهار راك قضيتي الغرض وتعلمتي، وغادي تبقى انت كتقرا وكتسجل في الدفتر عندك، وغادي تدوز من وراها للتطبيق، لان خاص تطبق داكشي باش تشوف النتائج. يلاه واسيم واش هاد الدوره هادي صالحه غير الناس اللي تخدم في المغرب؟ لا، خدامين بها الاخوان في الجزائر، مرونين بها الاخوان في الخليج، خدامين بها في كاع الدول، خدامين بها الدروب شيبينغ في اوروبا، خدامين بها الخوت في الميريكان، خدامه ايفريوير، في اي دوله ممكن تخدم بها. رانا ماشي شرح لك شي طريقه يعني تتبدل من الدوله للدوله من الوقت للوقت، لا، انا شرح لك الكونسيبت ديال التجاره الالكترونيه الاي كوميرس من الاول حتى الاخر، من تحل المتجر ديالك تجيب لي برودوي، من تجيبهم كيفاش تجيب المبيع، شرح لك كل شيء. قال اخوان احنا سالينا مع هذا السؤال هذا ديال خويا انا عايش في الامارات واش هادشي خدام لي؟ خويا انا عايش في فرنسا، انا عايش في الطاليان، انا عايش في امريكان، انا عايش في اوروبا، خدام ايفريوير. شد داكشي، فهم الكونسيبت، بدا التطبيق، دوز للتطبيق تشوف النتيجه. حيدو حتى السؤال اللي قريب لها هي خويا سيمو يو كان واش خدامه في المغرب؟ لا، خدامين بها الخوت في الجزائر، فرنسا، اسبانيا، طاليان، امريكان، دول اسيا، دول الخليج، خدامين بها الخوت ايفريوير، سي او دي دروب شيبينغ. سؤال اخر كيجي من عند البنات بزاف هو علاش البنات ما كاينينش بزاف في هذا الدومين هذا؟ هي الاختيارات ديالكم. انا قريت في ليسي تكنيك كنا حنا في القسم 36 ولد وثلاثه البنات، علاش قداش البنات ما دفعوش؟ هي اختيارات ديالكم. راه ما كاين حتى شي فرق ما بين الاولاد والبنات، الفرق الوحيد اللي كاين هو الاختيارات ديالكم. ملي كنمشيو ليكونومي في ليسي تكنيك فاش قريت البنات كيختاروا بزاف ليكونومي، كتلقى القسم فيه 30 بنت وشي 4 الاولاد، العكس القسم هنا حنا. سيمو واش يو كان كتخدم للدروب شيبين؟ الاخوان راه فيها سترايب وفيها باي بال وفيها كلشي، خدامه للدروب شيبين والدراري كيشيفروا بها في اوروبا وامريكان واستراليا وكندا واليوكي، خدامين بها الدراري. سؤال اخر كيجي بزاف خويا سيمو، انا ما عنديش مع لونجلي وما عنديش مع الفرنسي، واش ممكن نخدم؟ فعلا راه الاخوان خدامين في المغرب باللغه العربيه، وكاين اللي تيدرج كاع بالدارجه، خدام كيقاد الاشهار بالدارجه وكيقاد السيت ديالو والمتجر ديالو بالدارجه. كنعرف ناس فاتوا المليون ديال الدولار وجوج المليون ديال الدولار في المبيعات باللغه العربيه في شمال افريقيا وفي الخليج، وغادي نستقبلوا ناس منهم داروا اكثر من مليون دولار بيو، كان غادي نديروا معاهم انترفيو في مبيعات. جيب لك ناس ما عندهاش مع اللغات الاخرين. حاجه اخرى الاخوان، راه ما كايناش شي حاجه ما عنديش مع الفرنسي ولا ما عنديش مع لونجلي، اي حاجه ممكن تعلمها، راه ما زادوش الناس معلمين، ولكن كتانفيستي الوقت وراه السنين دايزه دايزه، غير انفيستيها في تعلم شي حاجه اللي ترجع لك بالنفع. لونجلي مهمه، غير حاول تعلمها. فاخويا سيمو شكرا، ما بقيتش باغي نتعلم لونجلي على حقيقه اش ممكن نخدم بالعربيه. لا، لونجلي تنفعك فين ما سافرتي في العالم، سواء مشيتي لبالي، سواء مشيتي لماليزيا، سواء مشيتي لتايلاند، سواء مشيتي لاستراليا، سواء مشيتي لانجليز، سواء مشيتي لكندا، سواء مشيتي لامريكان، هتخصك لونجلي. انا الخوت شوفوا الشتا، شوفوا الشتا، الشتا كتبان على حقيقه جيت تحت البوله، على حقيقه ملي كنكون غادي بحال هكا وما كتبانش الشتا. راه الخوت راه من الصباح في الشتا، راني كنتمشى في الشتا ملي خرج شي ساعتين دابا كنتمشى والشتا. جوج ونص ديال الليل وهي بوحدي كنتمشى في الشتا، سمع سمع صلاتي فازقة وساردة معلم. الخوت غادي نوقف هاد الأسئلة وأجوبة هنايا، طلعوا لي في راسكم الخوت. ماشي أنا عزيز عليا نصح عباد الله، حتى نتوما ممكن تنصحوني، إلا عندك شي نصيحة ليا خليها ليا هنايا. وتبارك الله عليك أخويا ولا أختي، تبارك الله عليك. الدراري بلا ما نحتاج نقول لكم انا فين، راكم عارفين فين، ولفتوا لكم انا جيت عاوتاني اليوم عند بالو طفي. لا والله اخويا لا زعما عندك هنايا، اللهم بارك مع هاد الكليس هادي جن بالعافيه ناضيه.
انتوما الدراري وقت ما جا عندي السيلوط فيه ولا جيت عنده تلقى شي كادو. اليوم جاب لي هاد اللامبرغيني هادي كادو وانا كنجي طويل الدراري بالروح. هادي واحد اللعيبه خصني نبدلها فيها خير وطفي. الله يعزك.